مين من الفريق الاول؟ هم. اتكلمت انا والكابتن محمد يوسف بسياسه الفريق الاول معانا كفرقه، احنا ازاي هنطلع لعيبتنا؟ عاملين استراتيجيه كويسه جدا. الحاجه المهمه ان احنا مدركين ان النادي الاهلي باحتياج لابنائه، باحتياج لابنائه عنده، باحتياج لان احنا كابتن عادل اعتقد الصوت رجع مره تانية، ما كنتش سامعك في اللحظات اللي فاتت يا كابتن عادل، اتفضل. انا بتكلم على اللي احنا بنشتغل فيها، ان احنا نوفر النادي الاهلي لاعبين تسهل استقرار النادي الاهلي لشقين. الشق الاولاني الناحيه الماديه، انت عارف العالم كله في ازمه ماليه، العالم كله بي يعني الحاجه في الغلو، فتلاقي اللعيبه غلت، اللعيبه بقت اسعارها عاليه قوي. فاحنا ادركنا الامر ده، ان احنا عاوزين نعمل حاجه للنادي الاهلي، ان احنا نوفر لاعبين من ابناء النادي الاهلي. ده الشق المادي. اما الشق الفني فاكيد ابناء النادي الاهلي اللي بيتربوا جوه قطران النادي الاهلي بتبقى في فروقات كبيره قوي بينهم وما بين اللعيبه اللي بتيجي هم كبار على النادي الاهلي. لكن رغم ان اللعيبه اللي بتيجي كبار على النادي الاهلي بيتاقلموا بسرعه مع النادي، ولكن الافضل انك انت كمان تكون من ابنائك. علشان كده احنا بنوفر لهم، حاجات كتير جدا. يمكن احنا اتكلمنا في اكتر من مره، احنا لسه بادئين بقالنا يجي 15 20 يوم بادئين. احنا بادئين اعداد لفريق اول وليس اعداد لفرقه شباب. انا ما بعتبرش اللعيب اللي بقى عنده 21 سنه و20 سنه لعيب شباب، ده لازم لعب الفريق الاول ولعب قبلها بمده كبيره قوي. يمكن على الايام القادمه ان شاء الله هيتبص على اللعيبه ال 18 سنه وال 17 سنه، لان المفترض ان لعيب الكره يبص له من ال 16 وال 17 مش من ال 20. طب متفائل يا كابتن عادل، يعني مش بس خبراتك، من خلال خبراتك التدريبيه كمان كنت واحد من نجوم منتخب مصر، صاحب خبرات كبيره من نجوم النادي الاهلي في فترات سابقه، بعينك بقى وبخبراتك كلاعب، هل شايف ان في عناصر مبشره ومطمئنه ممكن نشوفها قريب في الفريق الاول، ممكن تبقى اضافه ولا تقل عن الصفقات اللي طبعا زي ما حضرتك قلت بنتحمل مبالغ ضخمه جدا لانتقالها للنادي الاهلي؟ انا عايز اقول لك انه بالذات في المجال ده، انك انت كيفيه طلوع او فن ادخال اللاعب للفريق الاول، ده فن لوحده. ممكن يبقى عندك لعيب كويس جدا وممكن ما استفادش منه لانك قدمته غلط او اشتغلت معاه غلط. فانا بكلمك التفاؤل، طبعا احنا متفائلين جدا واحنا بنشتغل على كده. يعني احنا بنشتغل على ان احنا نطلع لعيبه متميزه للنادي الاهلي، لعيبه تستحمل. انا طبعا في تفاؤل، ولكن رغم التفاؤل لا، لازم عمل، عمل كبير، لازم نشتغل كتير قوي، لانه انت مش بتطلع لعيب لنادي بيلعب على ثاني ثالث رابع خامس، انت بتطلع لعيب بيلعب على فكره اكيد رقم واحد، بتطلع لعيب بيبقى الهمسه والدبسه بتبقى محسوبه عليه لاعب النادي الاهلي. فانت عاوز تطلع لاعب مهاريا كويس جدا، اداريا منضبط جدا، نفسيا منضبط، في توازن، علشان بيلعب لنادي كبير قوي. فعلشان كده انت في شغل كتير قوي قوي قوي. يعني على سبيل المثال انت عاوز تطلع كمان لعيب مثقف في حاجات كتير جدا، في احوال كتير، ومنها انك انت ازاي تكون عارف قانون اللعبه، ازاي انت تكون. يمكن انا بكره عندي محاضره كبيره مع الكابتن سمير عثمان الحكم الدولي، عاملين محاضره للعيبه بتاعتنا لمعرفه الجديد في القانون، عشان حتى يبقى لعيب مثقف يطلع الفريق الاول يبقى عارف اللي ليه واللي عليه، حتى في الناحيه التحكيميه. الناحيه الاداريه شغالين عليها كويس قوي، ان هو يطلع منضبط علشان يبقى عنده انضباط، علشان النادي الاهلي في ضغط عصبي بيبقى على اللعيب كتير قوي. ممكن اللعيب يعني لو ما كانش عنده انضباط ممكن يتعب. فالحاجات دي كلها لو حتى عندك لعيب كويس لازم تشتغل معاه ولازم تتعب معاه عشان تطلع لعيب متميز. انت ممكن يكون عندك لاعب كويس لكن هيطلع بنفس شكله ممكن. طيب كابتن عادل، احنا عارفين طبعا ان الامور لها تسلسل وان في تنسيق بينك وبين الجهاز الفني للفريق الاول، ووصولا للجنه الكوره اللي بتفصل في امور كثيره جدا وبتقيم اي لاعب ممكن ياخد فرصته مع الفريق الاول في الفتره الجايه ويتم الدفع بيه. لكن من وجهه نظر الكابتن عادل عبد الرحمن فنيا، لو طلبنا منك سبق لقناه الاهلي، تتوقع
من تقييمك الفني وخبراتك يا كابتن عادل، انه عندنا كام لاعب ممكن نشوفه الموسم القادم، مش الموسم اللي بيبدا ده بدا بالفعل تقريبا، بنتكلم عن السنه الجايه ان شاء الله، تقييمك بيقول ان ممكن جمهور الاهلي يفاجئ بكام عنصر يضعوا اقدامهم بشكل شبه ثابت مع الفريق الاول ويبداوا يبقوا اضافه تدريجيه في الفريق. ان شاء الله احنا بنشتغل، عاوزين كم كتير، احنا عاوزين نطلع لعيبه عدد كبير قوي، ولكن سمه وصفات الفريق الكبير زي النادي الاهلي انه ما يعني مش هيقدر يدفع بناس كتير لان اكيد بتلعب على بطوله دايما. فان شاء الله عندنا في القطاع ناس لعيبه كويسه جدا ومدربين كويسين. ان شاء الله بالتسلسل كده عندنا 3-4 لعيبه ممكن نديهم هديه او للفريق الاول السنه الجايه ممكن يدفعوهم بطريقه معينه بحيث ان هم يجيدوا، لكن انا بتمنى ان هم يبقوا كتير، ولكن هنشتغل على لان انت الكواليتي بتاع فرقه النادي الاهلي سيبك من القطاع وبس، لا انت عايز كواليتي بيلعب في كاس عالم للانديه، بيلعب في بطوله افريقيا، بيلعب في دوري ممتاز قوي، فانت عاوز واحد يدخل سريعا. فالمتميزين ان شاء الله يعني هنقول لكم عليهم مع الخطوات اللي جايه باذن الله. بإذن الله موفقين في برامج العمل الخاصة بقطاع الشباب أو فريق الشباب في النادي الأهلي، ويعني توفقوا في مهمتكم اللي أشرت لها الآن كابتن عادل عبد الرحمن بأنكم تكونوا همزة وصل ناجحة بين عناصر الأقرب في السن لمرحلة الشباب من قطاع الناشئين، وتكونوا قادرين على صقل موهبتها بأفضل شكل ممكن يقربها من فرصة المشاركة مع الفريق الأول في النادي الأهلي والمنافسات على مستوى الدوري الممتاز أو بطولات الأندية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي محليا وأفريقيا ودوليا. شكرا جزيلا كابتن عادل عبد الرحمن.